السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتم بتشوفوني لو أول مرة تشوفوا قناتي أنا حنان وأهلا بيكم ده كان إيكيا أو آيكيا في مول العرب ده كان جولة فيه من الأماكن اللي أنا رحتها لما كنت في الأجازة وأنا قلت لكم أن أنا هنزل لكم فيديوهات زي كده أنا كنت مصورها ورجعت يعني ركبت عليها الصوت لما رجعت البيت بصوا حاجات كتير عجبتني بصراحة بس أنا أصلا لما بروح مش بيبقى في دماغي أوي إن أنا أشتري حاجات قد ما أخد أفكار من بقى ألوان من تنظيمات من زي ما انتم شايفين كده العفش نفسه والأساس مختلف تماما عن أي حتة غير بقى الألوان المتناسقة يعني حاجات كتير أنا بحب إن أنا أتفرج عليها وعيني تلقط الصورة وبقدر إن أنا أنفذها وتقدروا إن انتم تنفذوها بامكانيات اقل بكتير واسعار اقل من اللي احنا بنشوفها ولكن انا بحب اطلع على الجديد وبحب اشوف الحاجات اللي بتبقي موجوده ومعروضه كل حاجه طبعا بيبقي مكتوب عليها سعرها ويعني انا دايما بحس اني في ايكيا او ايكيا زي ما بتقولوا انه دايما بيدوروا على الحاجات البسيطه والالوان الهاديه والحاجات اللي هي بتبقى دايما مش بتاخد مساحه او مش بتاخد مكان مناسبه قوي للشقق الضيقه او الاماكن اللي انت بت... يعني بتبقي عايزه تخزني فيها حاجات وتحطي فيها احتياجاتك او احتياجات الاولاد عندك ولكن ما عندكيش مساحه فدايما انا بحس ان في افكار كتير قوي نقدر ناخدها من المكان ده في التنظيم وفي الترتيب وان كل حاجه بتبقى محطوطه مكانها وفي نفس الوقت بتبقى واضحه ومش بتبقى محتاجه مجهود ان انت تدوري عليها وده كان سبب اساسي خلاني ان انا اسجل صوت معاكم انا كنت هنزل عليه موسيقى ويعني تتفرجوا ولكن انا حبيت ان انا في حاجات معينه حابه ان انا يعني اتكلم معاكم فيها او اوريها لكم والفت نظركم ليها لانها عجبتني فحبيت ان انا اتكلم معاكم في الفيديو ده بصوا الكنب في العموم كنب القعده اللي هو زي بتاع الانتريه او اسعاره كانت انا كنت شايفه ان اسعاره كويسه يعني الكنبه حلوه ومريحه وكبيره بتتراوح ما بين 7000 او 8000 ممكن و9000 وفي كمان بتدفعوا حاجات بالتقسيط انا شايفه في حاجات سعرها مناسب وفي حاجات بيبقى سعرها عالي قوي بس مقارنه بال الراحه او الفايده اللي انت هتاخديها من الحاجه اللي انت بتشتريها بتلاقي السعر كويس، يعني الكنبات اللي انا شفتها القعده عليها غير اي قعده ثانيه، يعني بصوا بتبقوا قاعدين منتهى الراحه والقعده كده ظابطه ظهرك وظابطه جسمك وانت قاعده مش عارفه، انا حسيت بجد ان هي تستاهل الفلوس يعني ولكن زي ما قلت لكم احنا بنبص وبنشوف وبناخد افكار سواء في الالوان والكنب ده كله بيبقى ليه كفرات وبتقدروا ان انتوا مثلا تشتروا الالوان اللي أنتم عايزينها الزرع هناك غالي جدا مش عارفه ليه اسعاره كده غاليه اللي هو الزرع الصناعي غالي قوي بصراحه ما حبتهوش صح ليه اشكال مختلفة وجديدة ولكن برضو هو في الآخر زرع صناعي فالسعر مش مناسب قوي يعني حسيت ان هو اوفر بصراحه مقارنة بقى بحاجات تانية زي ما قلت لكم الكنبات بتاعة القعدة الترابيزات بتاعة او ممكن تحطوها ترابيزة في اوضة الاولاد او الاوضة بتاعتك انت الارفوف سعرها حلو قوي بالالوان بتاعتها في منها اسود وفي منها بيج وفي منها ابيض سعرها الرف الواحد تقريبا بمية خمسة واربعين جنيه انا شايفه ان ده سعر مناسب ولكن انا ما اشتريتهوش لان انا محبتش بصراحه اشتري حاجات واخدها معايا واسافر ويعني مش عارفه ما بحب اتفرج واشوف ولو انا عايزه اعمل حاجه شبيهه بكده ممكن اعملها في مكاني وعلقها عندي يعني ايه دي الترابيزة السوداء دي كانت ب 375 في بقى منها برضو الوان في ابيض وفي منها اسود وفي منها اللي هو بيبقى ابيض بيلمع بيبقى سعره اغلى شويه البوكس ده عجبني قوي بس سعره برضو اوفر 649 جنيه ممكن انا اعمله في البيت او اخلي اي نجار يعمله خشب عادي جدا عباره بس عن حاجات متقسمه إيه تقدر تستخدميه حتى لو عايزه تستخدميه حتى في المطبخ تحط فيه مثلا ادوات نظافه او اي حاجه ممكن تستخدميه وممكن تستخدميه برضو كبوكسات كده تحطيه على المكتب للاولاد دي الترابيزات اللي بقول لكم عليها ايه متاحه وحلوه قوي وحجمها كويس الواحده بتلتو في 395 هي اللي بيبقى عليها زي طبقه لامعه كده من فوق وفي بتبقى اقل شويه بتبقى متهيالي ب 345 حاجه زي كده هي اللي بتبقى ايه زي المط كده مش بيبقى عليها حاجة من فوق الترابيزات طبعا هناك أشكال وألوان وأنواع زي ما انتوا حابين ناس كتير قالت ان الأساس بتاع إيكيا اللي هو بيبقى يعني الخشب بتاعهم مش جامد قوي مش بيستحمل قوي لان هو زي ما انتم شايفين بتبقى معظم الحاجات سيمبل جدا وضعيفه في ناس كتير ما شكرتش في في الاساس بتاع ايكيا صراحه يعني ولكن انا شايفه ان هو يعني على قد الفلوس يعني ترابيزة بيزب جنيه انت مش بتستخدميها او ما بيطلع عليها انت بس بتسندي الحاجه عليها بتحطي عليها فازه بتحطي عليها حاجه زي كده فشايفه ان هي مش حاجه قوي مش مدفوع فيها كتير عشان يعني تستحمل اوزان او تستحمل حاجات زي كده بصوا بقى عجبتني قوي برده الترابيزات الازاز دي تلاتة جوه بعض يعني كل واحد على حسب امكانياته على حسب ذوقه وعلى حسب الحاجة اللي هو بيبقى فعلا بيفكر ان هو يجيبها عجبتني برضو تربيزات الاكل لو تحطيها في المطبخ برضو يعني بتطرح ما بين خمس فيما فوق في اشكال برضو كتير للكراسي حسب اللي انت بتدوري عليه او الحاجة اللي انت بتحس ان هي هتبقى مريحة بالنسبة لك والمساحة عندك دي برضو تربيزات الاكل زي السفرة كده انا عن نفسي بحب طربيزه الاكل مش مش بحب السفر السفر بصراحه يعني بحب الطربيزه اللي بتبقى في المطبخ اللي بناكل عليها بقى مش محتاجه سفرة خالص يعني صحيح هي بتبقى حلوه في العزومات وكده ولكن انا بحس ان يعني انا بالنسبه لي طربيزه المطبخ بتادي الغرض ودي الكراسي برضو بتاعه ممكن تبقى بتاعه يعني طربيزات المطبخ وفي منها بتتباع برضو ليها زي شلت كده بصوا بتعجبني اوي اشكال للتقديم بتاعت الاطباق بيحطوا كده يعني البلاد دي وبيحطوا عليها الاطباق ويعني بصوا شكلها بيبقى حلو أوي والورد بتاعهم تحفه والمناديل طبعا بس لقيت المناديل غليت عن المرة اللي فاتت لما اخدتها المرة اللي فاتت اللي اخدتها كانت تقريبا بخمسه وستين السنة دي لقيتها لأ غليت بقت ب95 أو وفي كمان حجم أكبر بيبقى معدي الميه 130 يعني ما اشتريتش بصراحة لأن أنا لسه عندي باقي مناديل من السنة اللي فاتت ، بصوا الأشكال الرقيقة اللي في المطبخ وال... وتعليق الأرفف يعني في أفكار جديدة للمطابخ اللي هو خلاص فكرة الرشاقة اللي هي كانت بتبقى موجودة فوق الحوض وبنحط فيها الأطباق أنا مش يعني أنا مش عندي رشاقة عشان عندي فوق الحوض شباك فما عنديش الشقة دايما بدور على الاستندات اللي هي بتبقى مطبقية بتتحط جنب الحوض فانا جبت اللي هي الخشب حلوة شكلها عجبني قوي وبتأدي الغرض معايا برضه والاحواض تحفة هناك واسعارها حلوة مناسبة يعني انا شايفة ان اسعارها مقارنة باستخدامها حاجة بتجيبيها بتقعد معاكي العمر كله فيعني ممكن ان انت تقدر ان انت لو انت بتجهزي شقتك او أنتي بتجددي تقدر ان انت تجيبيها بصوا فكرة برضو النور اللي هو بيبقى داخل الدرف بتاعة المطبخ حلوة قوي وفي حاجات بقى زي ما انتم شايفين كده بالتقسيط بدون فوايد حاجة من الحاجات اللي عجبتني قوي 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 اللي بصوا الارفف المعدن دي دي حلوة قوي بس انا برضو حسيت سعرها غالي فلو فكرت ان انا ممكن اعملها الوميتال ممكن تتكلف قد ايه انا لقيت يعني بصوا مش عارفة عجبتني وحسيت ان هي ممكن تبقى فكرة جديدة تتحط في المطبخ جنب التلاجة عندي بصوا سعرها 3245 جنيه هو الحديد بتاعها حلو يعني بصوا المعدن بتاعها حلو وزي ما انتم شايفين شايل حاجات وكده وطويله لغايه فوق تقريبا 6 ارفف او 5 ارفف فبفكر فيها بجدية بس بفكر مش اجيبها بفكر ان انا اعملها عندي هنا بصوا برضو الاحواض الحوض ده بتسعمية خمسة وتسعين جنيه سعره حلو قوي مقارنة بحجمه انا جبت واحدة برضو من بحط فيها سائل المواعين جبت واحدة من دول سعرها مش عارفة كان تقريبا خمسة وتلاتين جنيه حاجة زي كده كذلك ده اللي هو سطح العمل اللي هو بيبقى رخام صناعي ده برضو بالمتر يعني تقريبا المتر بتاعه كان ألف وي آه ألف متين خمسة وتسعين سطح عمل اللي هو بيبقى المتر منه أبيض وخامته حلوة جدا بس عايز طبعا عايز مش عايز أي حاجة تنزل عليه تبقى أو أي حاجة تمسح أول بأول بصوا فكرة برضو ان يبقى فيه ايه تحت الرخام عندك اماكن كده مفتوحة تقدر ان انت تحطي فيها حاجة عندك مثلا التوستر تقدري تحطيه فيها الخلاط الكبة بدل ما تحطيها في الارفف بتبقى مقفولة عليها انا شايفة الفكرة دي برضو حلوة قوي ان هي تبقى ارفف كده مفتوحة بصوا حاجات للمساحات الصغيرة وفي حاجات للمساحات الكبيرة بصوا الحوض ده حلو قوي برضو اللي هو بيبقى الحوض ده بيبقى زي نفس الخامة اللي هي بتبقى بتاعة بتا... 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 البانيو او الاحواض بتاعة الحمام وده تقريبا جرانيت ده كان سعره خمسة الاف خمسة وتسعين سعره غالي وده ايه دي صفاية في منها بلاستيك وفي منها ستالس الستالس ب ستمية خمسة وتسعين غالية بصراحة وده حوض منه فيه اللي هي الصفاية بتاعته وهنا دي الباسكت بتاعه القمامه الله يعزكم بيبقى ليها جرار كده بتتشد وبتدخل تاني وبقى الحنفيات الالوان ستيل اه الليف ده بتاع المواعين او السبونجه دي بتاعه المواعين انا استخدمتها المره اللي فاتت ولقيتها عاديه جدا فما اشتريتش منها بصراحه اشتريت اللي هو اللي انا متعوده عليه العادي ودي بتبقى زي حاجات كده بتحط فيها الخزين الواحدة بمية تسعة وعشرين جنيه لو انتي محوشة مبلغ وممكن تقدري تجيبي ستة مثلا مع بعض وتخليهم في المطبخ عندك خلاص مش بتشتري حاجات تاني هي بتشتريها مرة واحدة وبتقعد عندك وقت طويل جدا بتستخدمي فيها والسكاكين دي حلوة قوي تقريبا كانت بخمسمية جنيه ايوه خمسمية تسعة وتسعين يعني ستمية جنيه التربو ده حلو قوي معدن في منه ابيض وفي منه اللون زي زيتوني كده وفي منه اسود بس الابيض كان اغلى حاجه التربو ده ينفع تحطيه في المطبخ تحطيه في الحمام حلو عجبني فيه برضو ان هو معدن القطعة دي حلوة قوي بصوا عالسولة والقطعة اللي فوقيها كمان يعني دول انا بالنسبة لي دول مطبخ يعني تقدري ان انت بصي سطح عمل تقدر ان انت تشتغلي عليه ومن تحت تركني الاطباق او تحطي فيه الحاجات اللي عندك ومن فوق تحطي فيه برضو اطباق يعني بصوا الافكار دي هي دي اللي الواحد بياخد منها حاجات يقدر ينفذها عنده ده رف ده الستاند اللي انت تقدري تعلقيه ب 145 جنيه تقدري ان انت تعلقي عليه اي حاجه بقى وكل خطاف من الخطافات دي انت بتعلقيه عليه بتشتري بالواحد لو انت محتاجه يعني هنا بقى لفيت عند المكاتب عجبني قوي الستايلات بتاعتها تحسوا كده ان الواحد مهم كده وقاعد على مكتب وبيعمل انجاز بصوا الكراسي حلوه قوي بس غاليه اسعارها غاليه بصراحه شفت تايبزات حلوة قوي بس مش عارفة بقى إذا كنت أنا فعلا حطيتها في المقطع معايا ولا لأ بتترفع لفوق وبتنزل تاني حلوة قوي يعني بص عجبتني ان انت تقدري ان انت تستخدميها انت او جوزك على المستوى بتاعكم ولو الاولاد عايزين يقعدوا عليها بتنزل برضو لمستواهم دي فكرتها حلوة قوي ممتازة كذلك الوحدات دي والبورد ده تحفة تحفة اهو ده بقى اللي بجد كان نفسي بجد اجيبه بس ما ما كنتش بصراحة حتى في دماغي قوي ان انا يعني هجيب حاجات جبت حاجات بسيطة جدا ولكن بجد يعني بإذن الله إن شاء الله هحاول المرة الجاية أجيبه بصوا بقى ده حلو قوي زي كده مكتبة بتتحط برضو في غرفة المكتب وفيها قفل ب 11995 يعني ب 12000 بتبقى زي ما انتوا شايفين القطعتين وبيبقى فيها القفل بتاعها والقفل معمول بشكل شيك وجميل قوي برقم سري والله المكاتب دي حلوه قوي عايزه حد بيكون بيذاكر يعني ده البورد اللي انا بقولكوا عليها الالوان منه في ابيض وفي منه اللون اللي انتوا شفتوه ده ودي بقى بصوا زي كده جزء كده للوحدات دي دي بتشتري بالوحدة بتشتريها زي ما أنتي حابة هي الوحدة دي كلها بيبقى فيها أربع فراغات بتبقى بألف وي لكن الصندوق ده لوحده ب 139 جنيه بيتجاب بالشكل ده زي ما انتوا شايفين أنا حسيت برضو أن أنا يعني مش ممكن أدفع فيه بصراحة 139 جنيه لأن أنا ممكن أجيب كرتونة وأجيب قماش زي كده وأغلفها يعني بصراحة تقدر تت... أقدر أعملها يعني في البيت وهيبقى شكلها كده وحلوة قوي ولكن الوحدة نفسها ممكن أخلي نجار مثلا يعملها لي. في هنا برضو اللي هي بتبقى زي كده بوكسات بلاستيك بتبقى دي ممكن تتحط بقى في غرفة الأول الأولاد يحطوا فيها اللعب بتاعتهم كتب ممكن مثلا برضو هدوم زي تبقى زي الباسكت بتاع كده الهدوم الغسيل ده اللي هو بيتفرش في المطبخ من جوه عشان ما يجرحش المطبخ الرول منه كان ب واربعين جنيه بصوا المفروشات غاليه جدا ما عجبتنيش صراحه يعني اللي هو السجاد اه والخامات بتاعته ما لقيتش خامات اللي هي بتبقى ناعمه قوي دي اه حسيتها كلها خامات اللي هي بتبقى زي كده اليدوي بتبقى ناشفه شويه ما عجبتنيش وحسيت ان اسعارها غاليه مقارنه بحجمها يعني بتبقى مشاية صغيرة ب400 جنيه والألوان برضو مش كتير عجبتني يعني مش عارفة أنا بحب الألوان المبهجة وبحب الحاجات اللي بتبقى فيها ألوان حية شوية انتوا عارفين طبعا ايكيا بيبقى فيه كذا قسم قسم للسجاد وقسم الادوات المطبخ وقسم الاضاءه وقسم الزرع بصوا ده بقى بتبقى بيعملوا لكم المقاسات عن طريق بروجيكتور من السقف من فوق عشان يوروكوا عشان تقدري انت تقيسي المقاس اللي انت محتاجاه بتحطيه على الارض وطبعا بتبقى الاضاءه دي موجوده عندك فبتعرفي ان انت المقاس اللي انت عايزاه كام بالظبط عجبتني الفكره دي قوي يعني يا اي محل سجاد يعملها بتبقى سهله ليكي ولل اللي واقف بي يعني بيفهمك على الحاجه بتبقى سهله ليكي ولي ده هنا القسم بتاع الارفف الارفف بقى برضو مقاسات زي ما انتي حابة ده الرف اللي هو بيبقى اصغر مقاس ده اللي متهيالي ايوة ب 149 150 جنيه ده رف منتشر جدا كنت حابة برضو ان انا اجيب منه بس ما يعني زي ما قلت لكم ما كنت حابة في دماغي ان انا اخد حاجات كتير وكده كنت حابة ان انا اتفرج اكتر ده قسم الزرع بقى زي ما قلت غالي قوي 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 ما مش عارفة ما حبتهوش والشموع طبعا باشكالها والوانها الجوله كده يعني تقريبا خلصت معاكم اه انا بشكركم جدا على المتابعه اه لو لسه مش مشتركين في القناه بتمنى ان انتم تشتركوا وتعملوا لايك للفيديو بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه